مهما حاولت أن تحاصر أسرانا وأن تحاصر شعبنا وأن تقتل في جنين ونابلس والخليل وبيت لحم، إلا أننا مستمرون في نضالنا، إلا أننا نقول مرة أخرى بأن وفاءنا لأسرانا ولشهدائنا ولجرحانا. شعب حر عظيم، شعب ضحى بآلاف الشهداء والجرحى. لكل الذين لا زالوا ينتظرون حلمنا، حريتنا وإرادتنا وقرارنا هو الذي سوف يتحقق. يرفعون صور الأسرى والشهداء ويرفعون علم فلسطين. سيرحل هذا الاحتلال عاجلا أم آجلا طالما أن هناك شعب حر. ماذا نقول لك الآن يا أم يوسف؟ ماذا نقول لكل أمهات الأسرى المرابطات اللواتي صبرنا سنوات طويلة دون أن نضع خطة لكيف يرحل الاحتلال من هذا الوطن لكي يتحرر هؤلاء الأبطال؟ أصحاب همة عالية وأصحاب قيم وأصحاب عقيدة ولديهم يعني إرادة فولاذية لن تقهر، وهذا نتيجة فعل مقصود ومبرمج وممنهج من إدارة مصلحة السجون بألا يعطوا يعني التشخيص في الوقت المناسب والأدوية الملائمة وأن يتركوا الأسير يعني فريسة لهذه الأمراض فعلا الشمنة. نحن لدينا ثقة أولا بالله عز وجل ولدينا ثقة بأبناء مطالبون بأن يلتفوا خلف الأسرة، أن يتضامنوا مع الأسرة، ليس بالفعل ليس بالقول وإنما بالفعل، وهذا يتطلب منا جهد كبير وجهد يعني مطلب على كل فصائل العمل الوطني أن تلتفت مجددا إلى إمكانية كيف يمكن أن يكون هنالك يعني مشاركة أكثر اتساعا وأكثر شمولية وأكثر تأثيرا على كافة الأسرد وكافة المستويات، لأن وضع الأسرى لا يحتمل مزيدا من الإهمال المعاش ليس فقط على المستوى الحياتي أو المعيشي وإنما أيضا على المستوى الطبي. لدينا الآن قال سنبقى دائما نفضح هذه السياسات القمعية، هذه السياسات اللا إنسانية،